احنا شفناكم مبتسمين. اي والله قلنا خلينا نشوف لكم مخالفه. أيوة شلونك يعني؟ الحمد لله. عندك اجازه؟ اي نعم. الاجازه بعد ثقه، الشخص اللي عنده اجازه اجازه عمان. احنا شايلين اجازات كلكم؟ كلنا احنا. شنو السبب؟ ها؟ شنو السبب؟ هذا السبب عمود السوق. علمود شنو؟ السوق غرمة دخل. لا مو احنا بعض سائقين مركبات اغلبهم دا تشوفهم يسوقون. اي نعم. هسا اكو امل نشوف الاجازه؟ لا. اي صافي دليلي. تمام. نشوفهم يسوقون لكن يعرضون نفسهم للمخالفه في حاله عدم وجود الاجازه. تمام، بس احتمال هم يريد يخلص من المرور ليطلع اجازه. صح. اوكي، بما انه انت شخص ملتزم ومرتدي حزام الامان. بارك الله فيك. والاجازه كامله، نصيحتك الى سائقي المركبات بصوره عامه. يلتزمون بالقوانين. نعم. اي والاجازه اهم شيء. نعم. هي هاي. مو انتم هم النصيحه لكم يعني. طبعا طبعا. اكيد، مو صحيح؟ طبعا صحيح. اتمنى لكم كل الصحه والسلامه، توكل على الله.